التمرين الثالث، احسب ما يلي: ألف باء جيم دال هاء واو. المرحلة الأولى نقل السؤال. المرحلة الثانية التسميات بالفرنسية. المرحلة الثالثة نطرح سؤال: ما هو الفرق بين هذا التمرين والتمارين السابقة الأول والثاني؟ نتأمل هذه الأعداد، ما هو الفرق؟ ألاحظ أن الأقواس غير موجودة هنا هنا وهنا وهنا وهنا، أحيانا تختفي الأقواس. عندما تختفي الأقواس لا نهتم، هي أقواس غير ضرورية. اختفت أقواس غير ضرورية، اختفت هنا وهنا وهنا بهذه الطريقة، الأقواس غير ضرورية لا نأبه لها. وما هو الاختلاف الآخر عن التمرينات السابقة؟ لاحظ الأربعة ولاحظ 3.3، أحيانا تختفي الإشارات. عندما تختفي الإشارات فهي موجبة. أولا هناك قيم وهناك إشارات. الإشارات مختلفة زائد ناقص، مختلفة ناقص زائد، متشابهة، مختلفة زائد ناقص، مختلفة. تكون ناقص إذا كان العددين مختلفين في الإشارة، وتكون زائد إذا كان العددين متشابهين في الإشارة. مختلفة مختلفة مختلفة، متشابهة مختلفة مختلفة. لماذا؟ ناقص زائد زائد ناقص، ناقص زائد، ناقص زائد، زائد ناقص. أما القيم 7 في 8، 4 في 16، 15 في 6، 7 في 9، 3.5 في 8، 3.3%. انتهى حل التمرين الثالث.